نمبر 2 في الفاكتورز يا اولاد، احنا قلنا ذا بلانيت وير ذا اوبجكت اكزيست، البلانيت اللي احنا بنكون موجودين فيه. ذا ويت اوف اوبجكت اون مون سيرفيس ايكوال اون او ايكوال 1 6 1 اوفر 6 اوف ذا ويت اون ذا ايرث سيرفيس. واي؟ بيكوز ذا ايرث هاز جريتر ماس ذان ذا مون. So gravitational force of the earth is greater than the moon. So the weight of an object on earth is less than the weight of an object on moon. نيوتن برضو كان بيقول جزء مهم جدا جدا، ان الجاذبية مرتبطة بالماس بتاع البلانت اللي انا قاعد فيه. تاني، الجاذبية مرتبطة بالبلانت اللي احنا موجودين فيه. طب مين اكبر، الماس ماس ايرث ولا ماس مون؟ تخيل كده لو احنا جبنا ميزان صغير وحطينا الايرث في كفة وحطينا المون في كفة، مين فيهم هيبقى اكبر وهيطب كده ناحية الميزان او هينزل اكتر في الميزان؟ هنلاقي الايرث. يبقى الماس اوف ايرث از جريتر ذان ذا ماس اوف مون. طالما الماس بتاعت الارض اكبر، يبقى الجرافيتيشنال فورس بتاعت الايرث is greater than gravitational force of moon. ولما الجرافيتيشنال فورس بتاعت الايرث اكبر، ايه اللي هيحصل؟ الويت بتاعي انا بقى على الايرث هيبقى is more than the weight of the same object on moon. واضحه كده؟ طب الويت on earth لو قلنا بالنسبه للويت في المون، هنلاقيه ان هو 6 مرات. يبقى الويت بتاعنا في الارض ايكوال 6 تايمز من الويت فين؟ في المون. يبقى الويت في المون عباره عن ايه؟ 1 اوفر 6 او 1 6 اوف اتس ويت ذا اوبجكت اون ذا ايرث. لو جينا شفنا بروبلم قدامنا، بودي هوز ويت از 20 نيوتن اون ذا مون، يبقى هو 20 نيوتن فين؟ في المون. بيقول لي احسب الويت على الايرث واحسب لي الماس في الايرث. طالما الويت بتاع المون 20، يبقى الويت بتاع الايرث هقول 20 ملتبلاي 6 هيطلع لي 120 نيوتن. طب انا عايز كده الويت في الايرث جبته ب 120، يبقى الماس بكام؟ الماس ايكوال الويت اون ايرث ديفايدد 10. يبقى الماس اوف ان اوبجكت ايكوال 120 ديفايدد 10 ايكوال 12 كيلو جرام. طب ينفع يا مستر اجيب الماس بتاع الاوبجكت من خلال الويت بتاع الاوبجكت في المون؟ اقول له لا. يبقى انا لازم اعمل خطوه في الاول، ان انا اجيب الويت بتاع الاوبجكت في الايرث وبعد كده اجيب الماس بتاعه. يبقى ما ينفعش اجيب من الويت من المون الماس على طول، لكن ينفع ان انا اجيب الويت بتاع الايرث الاول وبعدين اشوف الريليشن بين الويت والماس. الويت اون ايرث ايكوال ماس باي 10. ده الكلام ده، القانون ده بيتحقق فين؟ اون ايرث، اون ايرث بس. Factors number 3 بيقول it is distance between the object and center of the planet. يعني ايه distance؟ المسافة. يعني لو واحد على الارض واحد تاني خد بالون وطلع بيه فوق الارض، كل ما الديستانس بتزيد وهو طالع لفوق، ايه اللي هيحصل للويت بتاعه؟ هلاقي ان الويت بتاعه بيقل. بيقل على حسب ايه يا مستر؟ الجرافيتي. يبقى انا كل ما ابعد عن الارض كل ما الجرافيتي بتقل، كل ما الويت هيقل. كل ما بقرب من الارض كل ما الجرافيتي او الجرافيتيشنال فورس هتزيد وبالتالي الويت هيزيد. يبقى الديستانس بتوين اوبجكت اند سنتر اوف ذا بلانيت، the weight of any body or any object decreases when the distance between the body and the center of the planet increases as gravitational force decreases. كده نكون خلصنا الويت. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الماس عبارة عن amount والويت عبارة عن gravitational force، قوة الجاذبية بتاعة البلانت اللي احنا بنكون موجودين عليه. هنعمل تيبل ياريت نفهمه كويس وبعد كده نحفظه. difference between mass and weight. Mass قلنا it is amount of matter in an object. Weight it is gravitational force by which body is attracted to the earth.
اليونت بتاعت الماس قلنا جرام اور كيلو جرام، يونت اوف ويت نيوتن. ديفايس للماس قلنا عندنا ال 1 ارم سكيل وال 2 ارم سكيل، قلنا عندنا ال 1 ارم سكيل اللي هو الديجيتال سكيل وسكيل ويز بوينتر، وال 2 ارم سكيل بالانس سكيل وسنسيتيف 2 ارم سكيل. الويت بالنسبه لي سبرينج سكيل. طب دايركشن اوف ذا افكت، يا ترى اتجاه التأثير الماس والويت، اتجاه الماس ملوش اتجاه فبقول it has no direction، اما الويت دايما اتجاهه ناحية السنتر بتاع الايرث. its effect is always direct toward the center of the earth downward. the effect of changing the place، يا ترى تأثير البليس على الماس، قلنا الماس is constant، is a fixed value، is ما بيتغيرش. احفظوها كده، يبقى الماس on earth ما بيتغيرش constant، اما الويت بيتغير من place to another place او من planet to another planet، يبقى بنقول عليه variable. وان كده نكون انتهينا ان شاء الله من unit 1 وعرفنا ايه الديفرنس between the mass and weight. ان شاء الله اشوفكم في الحصة الجاية يونت 2 بإذن الله، وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.